المصري الموسيقي هي حدث فني ثقافي هام يندرج ضمن البرامج الثقافية الفنية العادية التي تقيمها دائرة الثقافة ببلدية الناصري المركز الثقافي البلدي. بعد التمان والحنين تبلغ هناك ويا الحبيب افرح قلبي. ليالي الناصر الموسيقية تأتي في إطار الرؤية الجديدة للدائرة الثقافية في بلدية الناصرة وهي أن نركز على الإبداعات المحلية والإنتاجات الفلسطينية المحلية. غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني. بدون شك كل برنامج من هذا النوع برنامج مركز من هذا النوع هو تجربة إضافية وتجربة لكوادر محلية استعدادا لأحداث أكبر من المفروض أن تتصاعد نحو سنة 2000. ما زال الوقت مبكر للحديث عن احتفالات سنة 2000 وطبعا الاحتفالات ستكون بمقاييس أخرى بمقاييس دولية.